وسهلا ومرحبا فيكم متابعينا وحبايبنا الغاليين، مساكم الله بالخيرات والمسرات بإذن الله. حلقتنا لليوم حلقة الخميس الونيس من برنامج ديرتنا، نحاول أن نقدم لكم أجمل وأميز التغطيات من مختلف مناطقنا في المملكة العربية السعودية، ونقول لكم دائما وأبدا حياكم حياكم في ديرتنا. مهما حاولوا بكف جهودنا لم نفلح، لأننا نعيش بين شعب جبار فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة. لا أعتقد وجود أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. فيكم مجددا مشاهدينا، ننطلق على بركة الله في جولتنا الإخبارية. ثمن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2025 بعام الحرف اليدوية للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الحرف اليدوية في الثقافة السعودية منذ سنوات طويلة، وليعكس الإبداعات التي تميزها من صناعة إبداعية ومشغولات يدوية فريدة من نوعها، ولإظهار إبداعات الحرفيين السعوديين لدى المجتمع الدولي. ينظم نادي الصقور السعودي عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، ضمن جهوده المتعددة لإبراز موروث صقار العريق الذي يعجز أن لا يتجزأ من الثقافة السعودية. وستتضمن فعاليات النادي التي سيطلقها في عود سكوير في مدينة الرياض 4 أيام خلال الفترة من 20 وحتى 23 من سبتمبر، للتعريف بجهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على موروث صقارة ونقلها للأجيال القادمة. الآن مشاهدينا إلى أول فاصل في حلقتنا لليوم، وراجعين بديرتنا والمزيد من تغطياتنا في حلقة اليوم، خليكم معنا. عليكم بالخير من جديد مشاهدينا، ونرحب باللي انضم معنا الآن لمتابعتنا في جولتنا الأولى في حلقة اليوم، واللي بناخذكم ونروح فيها إلى حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ننقل لكم احتفالات واستعدادات الاحتفالات والفعاليات لليوم الوطني السعودي 94 مع الزميل فيصل القحطاني. مساك الله بالخير زميلنا فيصل، في كل عام نتشوق ونتحمس نشوف وش الفعاليات وش حزمة البرامج اللي راح تقدم في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا، تفضل الصوت والصورة معك.
مساء الخير لك عهد، مساء الخير لمشاهدين قناة السعودية. نعم، مع نهاية اليوم وبداية إجازة اليوم الوطني التي تستمر إلى يوم الاثنين القادم، تحتفل المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 94. نعم، نتواجد في حي السفارات والذي بدأت اليوم باحتفال مهم لسفراء دول العالم الموجودين في المملكة العربية السعودية وأعضاء السلك الدبلوماسي اللي اليوم يشاركون الآن في حفل بدأ قبل قليل في الرياض، حفل خاص باليوم الوطني وباستقبال جميل وفي عرض أيضا للموروث السعودي وأيضا العرض السعودية وأيضا تقديم القهوة السعودية وأيضا في فقرات الحفل التي تعبر عن هذا اليوم. لا شك أن حي السفارات دائما في كل مناسبة يتواجدون من خلال مكتب حي السفارات التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى يوم الأحد والاثنين القادم الذي سوف تحتضن ساحة الكندي فعاليات متنوعة تبدأ من مسرح في عروض مسرحية تاريخية، بالإضافة إلى العرضة السعودية وأيضا الأكلات الشعبية، وحيكون مكان مخصص لجميع الزوار للاحتفال بهذا اليوم على مدى يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين من الرابع عصرا إلى 12 مساء. أكيد حي السفارات دائما ما يشاركنا احتفالاتنا في هذا اليوم وفي المناسبات الأخرى. زي ما ذكرنا هذا الحفل الذي خصص اليوم فقط للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الذي الآن بدأ قبل دقائق ويستعرض هذا اليوم واحتفالات المملكة العربية السعودية. هذا ما لدي في حي السفارات، واللي أكيد احنا نوجه دعوة لكل من يشاهدنا للحضور يوم الأحد والاثنين القادم والاستمتاع بالفعاليات في ساحة الكندي. وقلوبنا دائما مفتوحة لكل من يشاركنا هذه الأفراح الغامرة. شكرا جزيلا لك فيصل القحطاني على نقل هذه الصورة من حي السفارات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يعطيك العافية. ناخذكم إلى زاوية أخرى مشاهدينا، تشارك وزارة الدفاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، وفي مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستقام في عدد من مناطق المملكة، ويقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروض جوية في سماء جدة احتفالا باليوم الوطني. تفاصيل هذا الجمال بنعرفها مع الزميلة آية سحرتي. مساك الله بالخير زميلتنا آية، تفضل الصوت والصور معك، تنقلين لنا صورة هذه الأفراح والاستعدادات مسبقا لها. يا هلا وسهلا فيك يا عهد، ارحب فيك وارحب بمشاهدينا الكرام. مثل ما ذكرتي فعلا هذا العرس الوطني المورود في كل مناطق المملكه ابتدى فعلا من الامس في جده بهذه العروض المميزه للقوات الملكيه السعوديه والصقور السعوديه بتاريخ 18 و19 اليوم، وغدا ان شاء الله يوم 20 سبتمبر ستكون هناك ايضا عروض لهذه الطائرات، عروض مميزه جدا. طبعا يمكن الكاميرا بعيده شوي، لكن هناك خلفي تجمهر عدد كبير جدا من المواطنين اللي أتوا باكرا للاحتفال ولمشاهدة هذه الاحتفالات المميزة الموجودة على يعني امتداد كورنيش جدة. طبعا المواطنين موجودين بأعلامهم وبملابسهم التراثية، والأطفال كلهم سعيدين وفرحين جدا بهذه الأجواء. طبعا يعني احنا في وسط الفعالية الآن، طبعا بدأت خلفي الآن الطائرات بدأت بهذه العروض المميزة المذهلة. الآن طبعا هنحاول مشاهدينا ننقل لكم هذه الأجواء المميزة جدا بالطائرات. طبعا طائرات فريق الصقور السعودية تروها الآن مباشرة على الهواء من كورنيش جدة. العرض رائع مميز جدا بألوان وطننا الغالي. طبعا هذه العروض عهد ومشاهدينا ستكون موجودة في 17 مدينة في المملكة، الرياض والخبر والخفجي والجبيل والدمام والأحساء وعسير وجازان وتبوك والطائف والباحة والخرج ونجران والجوف وتبوك.
طبعا مثل ما رايتم مشاهدينا العروض تقريبا مدتها ربع ساعه 15 دقيقه ستكون، تاخذ لفه وترجع ثاني دائريه على طوال كورنيش جده. طبعا العروض مستمره ليوم غد ان شاء الله، يعني اليوم اللي ما كان عنده فرصه لمشاهده هذه العروض بالتاكيد ندعوه لمشاهدتها غدا. طبعا هناك ايضا عروض مميزه لزوارق القوات البحريه وانزال الغواصين وعروض فلكلوريه متجوله، بالاضافه الى ايضا عروض موسيقيه مع مسيره لابناء الشهداء بالتعاون مع القوات البحريه الملكيه، طبعا بالاضافه الى اركان خاصه مميزه للاطفال وحفلات غنائيه وايضا يعني مشاركات ومبادرات مختلفه لمختلف الجهات الحكوميه والخاصه. منطقه البلد ايضا تشارك بفعاليات ثقافيه وفنيه ورياضيه، مبادرات للجري ومبادرات فنيه مميزه جدا. يمكن يعني احنا نحتفل من امس واليوم وغدا ان شاء الله بهذا اليوم الوطني المميز. طبعا الاجواء رائعه جدا والكل مستمتع وجميل وفرحان، وازيد واكرر مره اخرى دعوتي لجميع المواطنين في مدينه جده بالتواجد غدا على كورنيش جده لمشاهده هذه العروض في تمام الساعه الخامسه باذن الله. هذا كل ما لدينا اليوم من جده، وعوده مره اخرى لزملائي في الاستديو. العروض الجوية دائما ما يكون لها رونق خاص في مناسباتنا الوطنية. شكرا جزيلا لك آية سحرتي على نقل هذه الصورة، وقواهم الله صقورنا السعوديين. نتوقف مشاهدينا معاكم هذا الفاصل وراجعين بديرتنا، خلكم معنا. أهلا فيكم من جديد حبايبنا، نتجه معكم الآن إلى جنوب المملكة. وسط الأجواء المفعمة بالفخر والاعتزاز، يستعد كافة المواطنين لرسم أجمل صور الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي 94، معبرين عن مدى فخرهم بهذا الوطن وقيادته الحكيمة. تفاصيل الفعاليات من أرض الجنوب نعرفها مع الزميل أحمد عسيري. مساك الله بالخير زميلنا أحمد، تفضل صوت الصورة معك تنقل لنا أجواء الاستعدادات وهذا الفرح الغامر من عندك. اهلا عهد، مساء الخير لكل الساده المشاهدين، تحيه ابثها لك عبر شاشه القناه السعوديه. فعلا يا عهد، اليوم انا اتواجد في احدى المواقع التي تستعد للاحتفاء بالذكرى القاليه وهي ذكرى اليوم الوطني في ذكرى 94. للحديث عن هذا الموضوع وعن ابرز الاستعدادات في منطقه ابها في منطقه عسير في ابها وخميس مشيت وغيرها من المراكز والمحافظات، ينضم الي المرشد السياحي الاستاذ سعد ال سحاب. راح فيك عبر شاشه القناه السعوديه وسط هذه الاجواء اللي حقيقه نشم من خلالها رائحة الاحتفاء بهذه الذكرى القالية على قلوبنا. الله يحييك زميلي أحمد وجميع المشاهدين عبر الأثير. الحمد لله اليوم احنا نعيش أيام وطنية وليست يوم وطني. من شهر سبتمبر بداية التجهيزات في جميع منطقة عسير، في جميع الأركان، في جميع المولات، في جميع الشوارع تحتفي باللون الأخضر. الشاهد في الموضوع أننا لسنا الوحيدين، الأخوان المقيمين من جميع الجنسيات ما شاء الله تبارك الله يشاركونا فرحة الوطن 94، وإن شاء الله الأعوام القادمة يا رب العالمين. خلينا نتكلم اليوم أنه الرسالة اللي راح نبثها لأجيال اليوم من خلال هذه اللحمة الوطنية، من خلال هذه يعني الرسالة، رسالة الوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته الحكيمة. يكفي أول شيء نحن نعيش الحمد لله على أمل رؤية 2030، يعني إحنا نشاهد إن شاء الله فين بنكون في 2030، أبنائنا فين بيكونون، إحنا مطمئنين، العالم يتحدث وإحنا الحمد لله نفعل. اليوم عهد أثارت سؤال، تقول لي إيش الفعاليات اللي راح تنتشر سواء في أبها، في خميس مشيط، في المراكز، في القرى التراثية؟ بما أنك مرشد سياحي بودي أن تعطي المشاهدين نبدأ عن هذه المواضيع. الحقيقة في كثير من الفعاليات، أتحدث عن خميس مشيط تحديدا، سوف يكون في هناك إن شاء الله عرض جوي للقوات الجوية السعودية باللون الأخضر والأبيض،
سوف تصل إلى سرات عبيدة، خميس مشيط، إلى أبها، سوف تجول في منطقة عسير، وكثير من الفعاليات في الأماكن المخصصة لها. في مركز الأمير سلطان الحضاري سوف يكون هناك احتفالات باليوم الوطني، في مدينة أبها، في عدة أماكن في مدينة أبها، فيما تروح سوف تجد احتفالات إن شاء الله. أستاذ سعد، خلينا اليوم نتكلم بأنه يعني ما شاء الله تبارك الله أبرز الحدائق وأبرز المنتزهات اللي مثلا في مدينة أبها راح يكون فيها فعاليات غريبة للأطفال. بالنسبة للأطفال هم حظهم طيب ما شاء الله تبارك الله، لأنه بيكون في جميع الأماكن إن شاء الله احتفالات، سواء في المدينة العالية أو في الحدائق العامة أو في المولات الخاصة. الأجواء تساعد ما شاء الله تبارك الله ليكونون خارج المباني يحتفلون خارجا، يعني ما في البرد الزايد ولا الحر الزايد. فالحمد لله سوف تكون جميع الأماكن مهيئة وتستقبل جميع المقيمين والمواطنين. الله يعطيك العافية أستاذ سعد السحاب، شكرا لك فالك التوفيق إن شاء الله. الله يعطيك العافية وشاكر مقدر لكم. عهد اليوم وأنا متواجد في هالموقع انضم إلي بعض الأطفال اللي ما شاء الله بدأ استعدادهم، بدأ يعني يرتدون اللباس الأخضر. في رسالة أنا والله حاب أدردش معك وأقول لك، إيش أتعرف عليك أول شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله، اسمي طارق. طارق ما شاء الله تبارك الله، اليوم أنت جالس تتجهز مع بداية الإجازة بمناسبة اليوم الوطني اللي في ذكرى 94، إيش حاب تقول للوطن؟ وطن والله نفتخر بوطننا. متحمسين للاحتفال إن شاء الله. إن شاء طيب نتعرف عليك؟ أبغى أعرف اسمك. فطوم. ما شاء الله فطوم، ما شاء الله لابس اليوم لبس حلو وفيه يعني شيء من الوطنية، إيش حابة تقولي للوطن؟ أحبك إيش؟ أحبك يا وطن. أحب أتعرف عليك، تعالي ما شاء الله تبارك الله. اسمك؟ ورد. إيش تقولي العهد اليوم، من فين جبتي لباسك هذا؟ من جاب لك اللباس هذا؟ مصر حجاب. يعطيك العافية. إذا كما تشاهدين يا عهد، الكل يستعد لتقديم أجمل رسائل الوفاء والاعتزاز والفخر بالوطن وقيادته الحكيمة. هذا كل ما لدي في هذا النقل الحي، أعود لك بالصورة والصوت. شكرا جزيلا لك أحمد عسيري، وشكرا لضيفك، شكرا لك على رصد هذه المشاعر النقية من الأبطال إلى وطنهم الغالي، يعطيك العافية. مشاهدين ديرتنا تشهد فعاليات ومهرجانات ترفيهية ضخمة ومنوعة في جميع مدنها ومناطقها بمناسبة اليوم الوطني 94، راح نستعرض لكم الآن أبرز هذه الفعاليات للأيام المقبلة. مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا وجولاتنا معاكم لليوم. هذه الحلقة كانت مخصصة فقط لنقل الاستعدادات والاحتفالات والفعاليات المختلفة بمناسبة يومنا الوطني السعودي 94، وبإذن الله نوعدكم بتغطية خاصة ومميزة جدا بإذن الله يوم الأحد والاثنين في الأسبوع القادم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا. الله يديم علينا هذه الأفراح ويديم علينا ملامح النماء والازدهار في ظل قيادتنا الغالية. كونوا بخير، في أمان الله.